هو فعلا كل الناس، خلينا نبدا يعني، الصحابه كانوا تلاميذ وطلاب لعلم سيد الخلق، صح؟ خاتم الانبياء، انما بعثت معلما فكل تلاميذه ليوم القيامه. طبعا هو ما فيش وجه للمقارنه، بس هو ايه طبيعه العلاقه ما بين المدرس والتلميذ؟ شوف على مستوى ديني يعني. شوف الدين، كنت نفسي بس ازودك من الشعر بيت في الانتحار، لكن موضوع الانتحار. الدين الدين احنا بنسال ربنا انه يصلحه لينا، فبنقول له ايه؟ واصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا. العصمه ايوه، فكره التوازن بقى. فالدين فالدين لو عصمه امرنا هيقول ما فيش انتحار، نقول اوكي مثلا. وهيقول العلاقه بين الميس اللي بقت شمحتجيه وماسكه العصايه والاستاذ اللي انا كنت بكلم وليد مجدي النهارده فبقول له فكرني احكم حكم صغير على مدرس ده، اول ما تشوفه كده في المدرسه حتى في الطرقه العصايه تحت باطه يا في ايده، ده منظر واحد داخل على عمرها دي، ده منظر واحد يعني ما كانش معاكوا العصايه، ده ما كانش قدامك العصايه وانت صغير عند مبروك عطيه؟ كانت في فلكه لكن لم تمسسني. لكن لم تمسسني. ما احنا كنا بنتكلم مع جروب قبل الهوا، كنت بقول لهم هو قالوا الفلكه دي طلعت حسين وطلعت العقاد، ما حصلش. ومبروك عطيه ما حصلش، كان سيدنا اللي بيفلك بيعمل لي كوبايه شاي. هو في الحلاوه دي، هو في حد اتفلك ونفع؟ انا احلف لك لا يمكن. لكن كانت موجوده. قال ما النار موجوده. بس كانت بتستخدم والجنه موجوده ولا ارهاب؟ وجود بس النار، يعني تخويف. وجود النار يعمل ارهاب للمؤمن اللي بيحب ربنا فبيعمل كل اللي يدخله الجنه؟ بقى احنا مش حافظين حتى كلام الفلكه المنسوب. كانت زمان ما بتستعملش، بس دلوقتي لا يا فندم بتستعمل، العصايه بتستعمل، كانت عماله على بتستعمل لمن يستحقها. مش عمال على بطال يعني. طبعا لكن وانا عمري ما اتضربت مدرس، عمري ولو اتضربت ما كنتش هكمل تعليم نهائي. انا دمي بيقول كده، فبقول لحضرتك يعني انت اتضربت خطا ولا حاجه او حد كان بتشتق. انا منظر بس الاستاذ انا ارفض هذه مش في كل الاحوال، بس عشان انا ارفض هذه الصوره، صورة مدرس ماسك عصاية دي أنا شاكيه لربنا الأول، لأن ده منظر واحد داخل على بهايم، على حضير، على زريبة. أنا دايما كراحل في الفلاح أعرف إن الراجل يدخل الزريبة ومعاه عصاية عشان يعدل معزة، ينكش حاجة نايمة، مش عشان داخل فصل. لا يمكن يا فندم، ده منظر يجيب رعب للعيال. ده أنا عندي